عمت الاحتفالات في العاصمة الدنماركية كوبنهايغن، وازدانت أغلب المراكز الإسلامية بمظاهر الزينة والفرح، وازدحمت بالعوائل الموالية للمشاركة بإحياء ذكرى ولادة أنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، تعبيرا عن ولائهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجزءا مهما من حياتهم الدينية واختزال المسافات لزيارته من البعد. مسؤوليتي أن أنشر نهج أهل البيت، وأن أبين حقيقة نهج أهل البيت، ومن الضروري أن يتعرف العالم على أخلاق أهل البيت وما قدموه وما ضحوه. نشجع الأخوة المؤمنين الحضور في مثل هذه المناسبات، ولتقديم هدية لإمامنا ولعمل الآخرة. كما تزينت أروقة مسجد الإمام علي عليه السلام احتفالا بالمولد المبارك، وقدم محبو أهل البيت فقرات دينية منوعة للتعريف عن حياته، لينهل الحاضرون من ذكر فضائل سيرته العطرة لتوعية النفوس في صياغة السلوك والأخلاق على هدي الدين. حقيقة الأجواء جدا مباركة وروحانية هذه الأيام بمناسبة هذه الذكرى العطرة لما تتخللها من دروس وعبر للصغير وللكبير. يفرح القلب كثيرا أنه نجد كثير من الشبان خريجين الجامعات ومدرسين الجامعات يشاركون بهذه المناسبات. استفدنا حقيقة هنا في مسجد الإمام علي عليه السلام، وفي مؤسسة الإمام الصادق، وفي المتجمعات التي أقامتها الأخوات المؤمنات. حقيقة اللواتي يبذلن جهدا عظيما حقيقة في إحياء أمر أهل البيت، واللي هو بالتالي يؤدي إلى إحياء الإسلام. نحن اليوم نحتفل بهذه المناسبة في مسجد الإمام علي عليه السلام، ولهذه المجالس أثر عظيم على نفوسنا وقلوبنا، ولذلك لا تقدر بثمن صراحة. والحضور ممكن يصبح واجب علينا في هذه الظروف، لأننا نعيش صراع ثقافات وثقافات مختلفة وبعيدة عن ديننا الإسلامي. أنا شخصيا بغض النظر عن مشاركتي في الفرقة أشارك في جلسات القرآن الكريم في شهر رمضان وغير شهر رمضان. بين الإمام الرضا عليه السلام والمغتربين في بلاد المهجر صفة مشتركة مع فارق القياس، حيث عاش الإمام الغربة مؤسسا وناشرا للعلوم النبوية، بينما يسعى أتباع أهل البيت هنا على التمسك بالمبادئ الإسلامية ونشرها ومحاولة غرسها في نفوس الناشئة من خلال هذه التجمعات التي تتكرر في كل مناسبة. لبرنامج صباحي كربلاء، ندى الشمري، الدنمارك.